معكم عبد العزيز الداودي الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بالجهة الشرقية والمسؤول يعني على النقل الطرقي بالجهة. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الموقع الإلكتروني الشمس بوست، احنا بصدد يعني مباشرة واحد السلسلة من الحلقات اللي كتخص يعني الأزمة نتاع النقل بشكل عام يعني بكامل منظوماته وبتجلياتها وبانعكاساتها يعني على العاملين في القطاع. وبطبيعة الحال نعدكم بأنه ستكون هناك سلسلة من المقالات تكشف المستور وتميطو اللي تام على مجموعة من الخروقات اللي كتدبر يعني هذا المنظومة نتاع النقل كما قلت بشكل عام. واليوم في حصتنا الأولى نعطي تعريفا أولا بالقطاع نتاع سيارة الأجرة بما يعنيه ذلك من تحديد العدد الإجمالي نتاع سيارة الأجرة اللي كتشتغل واللي هو حسب التصريحات الرسمية 77,000 سيارة بصنفيها الأول والثاني. وبطبيعة الحال مدينة وجدة الحصة نتاعها يعني من هذه السيارات هي 1203 سيارة من الصنف الثاني و486 سيارة من الصنف الأول. وبطبيعة الحال الكل يتساءل عن الكيفية التي يتم فيها منح رخص الاستغلال سواء الأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتباريين. وجوابا بطبيعة الحال على هذا السؤال نؤكد على واحد المسألة أساسية، هي أن هناك فراغ تنظيمي كبير يعني في هذا المجال، حيث أن آخر قانون ينظم المهنة واللي بقى هو نفس القانون يعود إلى سنة 1963 واللي مبني على الظاهر 1/63 واللي بطبيعة الحال يعني فيه مادتين فقط هما اللي كيتحدوا على القطاع نتاع سيارة الأجرة، هما المادة الثانية والمادة الثالثة. المادة الثانية اللي كتقول أن القطاع نتاع سيارة الأجرة يخضع للتدابير التي تسنها السلطات المحلية، والمادة الثالثة اللي كتحدد يعني الاختصاص نتاع سيارة الأجرة في الصنف الثاني في المجال الحضاري، والاختصاص نتاع سيارة الأجرة الصنف الأول خارج المدار الحضاري. الباقي يعني القوانين هي مترتبة يعني على دوريات وعلى مذكرات وزارية لا أقل ولا أكثر، بما فيها المسألة الحساسة واللي كتعلق بما يعتبره المهني سيارات الأجرة توزيع زبوني ومحسوبي للمأدونيات أو ما يصطلح عليه بالأجريمات. ذلك في هذا المجال كنلاحظوا بأنه مثلا لأنه انطلقوا من مدينة وجدة، فكثير يعني من الرضاع وكثير من القاصرين وكثير من رجال الأعمال، فاش كنتكلموا على رجال الأعمال كنتكلموا على أصحاب مقاهي في شارع محمد الخامس، كنتكلموا على أصحاب متاجر لبيع الذهب والفضة، كنتكلموا على أصحاب محطات يعني بيع
الوقود هادو كاملين يعني مستفدين من المأدونيات بطبيعة الحال، بالإضافة إلى كون أنه اللي معروف مثلا هنا فوجدة أنه عائلات مثلا الجميع نتاع الأفراد نتاعها مستفدين من هاد الأجريمات من الشيخ حتى الرضيع، يعني عائلات كتحمل نفس الاسم وجميع الأفراد نتاعها مستفدين من الأجريمات، ونزيدوا عليهم بطبيعة الحال عائلات كتقطن يعني في أحياء يعني محددة. طبيعة الحال احنا ما نعرفوش يعني الطريقة اللي التاجئ ليها يعني هؤلاء باش يستفدوا من المأدونيات، رغم ان الإدارة هي غير مجبرة بتقديم يعني تعليل على كيفية استفادة يعني هؤلاء من هذه المأدونيات، نظرا كما قلت للفراغ التشريعي والتنظيمي اللي خاصه ينظم المهنة، والدوريات يعني اللي كتحدث يعني على الخرية قليلة وقليلة جدا، ولكن كتعطي واحد الضوابط محددة. كنقول دوريات ماشي قانون، كتعطي واحد الضوابط مثلا كتحرم يعني على تجرم يعني استفادة القاصرين يعني من المأدونيات، وهاد القاصرين مستفدين من المأدونيات، كثير من القاصرين مستفدين من المأدونيات. كتمنع كذلك على الموظفين الاستفادة من المأدونيات، وكاين موظفين اللي مستفيدين من المأدونيات. كتمنع كذلك على 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 رجال الأعمال من الاستفادة، ورجال الأعمال كذلك مستفدين من المأدونيات. وبطبيعة الحال يعني هذا قد المضجع نتاع مهني سيارة الأجرة، ويعتبر حتى من ناحية يعني القانونية خرق سافر يعني الوثيقة الدستورية اللي مفروض أنها تبنى على واحد المسألة أساسية، وهي المبدأ نتاع تكافؤ الفرص، وعلى المحاربة نتاع اقتصاد الريع ونظام الامتياز، على اعتبار أن اللي كيستافدوا يعني من هذا الاقتصاد الريع هما اللي كيصطالحوا عليهم المهنيين بمعاليم الشكر، بمعنى آخر أنهم كيديوا يعني واحد الدخل دون ما يبدلوا أي مجهود، ودون ما تستفد منه لا الخزينة نتاع الدولة ولا العاملين تاع قطاع سيارة الأجرة اللي كيشتغلوا في واحد الظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مهينة، على اعتبار أن المهني سيارة الأجرة ما كتسريش عليهم المقتضيات والبنود نتاع قانون الشغل، ما كيستافدوش من الخدمات نتاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما كيستافدوش كذلك من التغطية الصحية. وجات يعني هاد الجائحة نتاع كورونا وعرات يعني بواحد الشكل كبير على هاد الواقع، لأنه شردت المهنيين وجعلتهم عرضة للضياع، على اعتبار ان حتى داك الموارد المالية اللي كان مخصصها صندوق كوفيد السائقين المهنيين، سواء اللي عندهم البطاقة نتاع الرامض او لا اللي ما عندهمش البطاقة نتاع الرامض، فكرقم فقط من اصل 120 الف سائق مهني اللي دفعوا الطلبات نتاعهم قصد الاستفادة من منحة كوفيد، يالله يعني 117,000 تقريبا هي اللي استفدت من منحة. بمعنى آخر أن ثلث المهنيين لقوا راسهم بدون دخل في أيام يعني نتاع الحجر الصحي، واللي امتدت وكما يعلم الجميع الفترة نتاع واحد الأربع أشهر. نزيدوا باش نأكدوا على واحد المسألة أساسية، هي أنه وعلى حساب دائما الدوريات اللي تضبط مثلا العدد نتاع سيارات الأجرة المشتغلين في المدار الحضاري أو اللي خارج المدار الحضاري، فاللي محدد في الدورية الوزارية هو بين سيارات أجرة واحدة وزوج سيارات لكل 1000 نسمة، هذا فيما يخص المجال القروي. أما المجال الحضاري فمخصصين بين زوج سيارات أجرة حتى 5 متاع سيارات الأجرة لكل 100,000 نسمة. وطبيعة الحال هذا الهامش مرتبط يعني بالظروف سوسيو اقتصادية نتاع كل منطقة وكل إقليم نتاع
يعني الرواج التجاري والاقتصادي والثقافي والسياحي في كل منطقة وفي كل إقليم. وبهذا زعمك اللي ناكدوا واللي كياكدوا عليه يعني المهنيين اللي كان مطلب نتاعهم اساسي وجوهري هو انه يعني القطع يعني مع ما هو معمول به حاليا هو تاهيل الاطار التشريعي المنظم المهنه بوجوب سن قانون في القريب العاجل يعني ينظم المهنة ويضع حد لنظام الامتياز ولنظام الريح على اعتبار أنه يتناقض جملة وتفصيلا مع الوثيقة الدستورية.